يقومون به من اعمال يشكرون عليها بطبيعه الحال. ثم التحيه من الاستوديو التحليلي، وفي فيما يتعلق من كان في الاستوديو التحليلي طبعا الاسم الكبير جدا في عالم كره القدم الانجليزيه والهداف التاريخي لنادي ليفربول روبي فاولر، موجودا بجانب ايضا النجم الكبير جدا خالد الشريف. القادمه فتره الانتقالات الشتويه، كره لنيوكاسل تسديده تصطدم وتعود جاكي امور، ويصير يلعب كره على اليمين، وهنا فرصه لتشامبرلين خطيره للجانرز مدافع لندن. شوف اللقطة مرة أخرى، أخطأ الهدف مدفع تشامبرلين، كان لديه الكثير من الحلول. يا تشامبرلين جميلة لي كازولا، كازولا يلعب كرة عرضية كانت على مكانيه، حصل عليها الثانية عرضية الآن. كولوتشيري بفدائية رائعة يتدخل طويلة إلى الأمام تتجه والكوت، لكن التغطية في جاهزية كاملة بالنسبة للشيخ اسماعيل توتي قبل مباراة الخطر. هذه فرصة متاحة للماك بايز، كرة تلعب عرضية خطيرة لكنها عند تشوكلي متاحة للماك بايز، كرة تلعب عرضية خطيرة ورصية تبان أخطأت المرمى. ديمبا ضيع فرصة خطيرة جدا لنيوكاسل على الكرات العرضية. بودونسكي يحاول المرور، الأرسنال بدأ يدخل أكثر أجواء المباراة. والكوت انطلاقة خطيرة، والكوت والكوت يحاول بالكرة السر في الرقم 14 ليس في والكوت، كأنها انطلاقاتك يا توري، كأنها انطلاقات توري. شوف اللقطة بودورسكي روعة تمرير بفريق نيوكاسل، كرة محاولة ديمبابا يمر بالكرة لكن هذا جزري. عادت لنيوكاسل مرة أخرى، كرة من جانب كولاتشيني خطيرة، كوزيلي يتدخل، كرة من جانب ويلسون عرضية القائم الثاني تيم كرول على مرتين يحصل على الكرة مع وجود خطأ على ما يبدو لمصلحة تيم تيوتي، يبحث عن حل، يلعب كرة عرضية خطيرة لديمبا عدت من با وانتهت خطورتها بسلام بالنسبة لأرسنال وهو في يعيش في هذه الظروف الصعبة. كرة باتجاه بودوسكي، بودوسكي ممتازة جدا خطيرة لأرسنال، يلعبها لوالكوت، والكوت يمر يلعب كرة يا إلهي تغطية رائعة بيجي ريمانا ينقذ جدا بالنسبة لريمانا. الثاني لأرسنال يلعب لكازورلا تغطية كرة لسانتو مرة أخرى، ديفيد يبحث عن كرة عرضية، فضل التمرير إلى الشيخ إسماعيل تيوتي بكرة خطيرة خطيرة. كم كانت قريبة. شوف اللقطة من الشيخ هداف فريق نيوكاسل، أحد هدافي البريمير ليج، 11 هدف لديمبا، كرة ثابتة يريد أن يجرب معها حظه. الفرصة من جانب ديمبا ما يلعب كرة يا إلهي سبحان ربي الأعلى يسجد شكرا لله. نعم با الله يا ديمبا، اسمر مثير، اسمر خطير، اسمر جميل. الله يا ديمبا مثير، اسمر خطير، اسمر هداف جميل جدا. شوف الانطلاقه الان لمصلحه نيوكاسل خطيره متاحه، وفرصه وكره وفرصه تعود الى با، لا زالت خطيره. الجوردنز خطيرين،
ماذا يفعل نيوكاسل؟ أي ومحاولة على مرمى الأرسنال، كرة تلعب عرضية خطيرة وراسية لكنها فوق المرمى. أيضا ديمبابا اللي على وشك ربما ترك نيوكاسل، من سيكون محظوظا في ضم هذا الديمباب، هذا البال هداف. على يد حال نهاية أحداث الشوط الأول، الصافرة كانت من جانب حكم المباراة كريسبون. أهلا وسهلا بكم معنا مطلع الشوط الثاني في نزال أرسنال نيوكاسل الذي انتهى شوطه الأول. الحارس تيم كرول، كرة خطيرة جدا لأرسنال، باحثا عن ثاني أهداف. كاسور ليلعب كرة جميلة، يلعب كرة خاطئة يستعيدها الثانية، ثانية ممتازة، هذه خطيرة لجيك ورشير، يلعب لبودوسكي، بودوسكي على اليسار، كرة لجيمس وتيم كرول في الأخير إلى رمية جانبية. شوف ردة الفعل الرائعة جدا على إعادة ترتيب بيت نيوكاسل، على إعادة الأجواء الجميلة على في نيوكاسل مرة أخرى. كرة خطيرة، تشامبرلين يلعب كرة، الله يا تشامبرلين، هدف ثاني للكانز، بعثروهم مرة أخرى، ضربهم كواهم، سجل في مرماهم. غفلة مدافعين استغلها تشامبرلين بلمسة وتسديدة على اليمين، جميل جميل جميل. هذا ردت في اتخاذ القرار، كرة أمامية لديمبا، با يحاول والتغطية من جانب فيرمايلن، ممتازة من جانب فيرمايلن، توماس في الوقت المناسب، هذه خطيرة، والكوت ينطلق، كاسورلي على اليمين، بولدي على اليسار، وكرة بعيدة، بعيدة، كان فرديا، اسمح لي القول كان أنانيا في اللقطة الماضية. شوف التغطية الرائعة جدا من جانب فيرمايلن، خاطئة كانت من جانب تيوتيب، ثم فينال او لنيوكاسل، كره من ريمار يلعبها اليسار، اوبرتان، اوبرتان يحاول الان يبحث عن عرضيه، يمر يمر ويلعب كره، الجوردس يعودون، هدف التعادل للباك بايز. الله يا نيوكاسل، الله يا نيوكاسل، حان الآن ليمر أوبرتان ليلعب كرة جميلة، أفضل توقيت لمرفو، يسجل التعادل، هدف التعادل لنيوكاسل، عودة إلى التعادل، عودة إلى المنتصف الملعب مرة أخرى، عودة لتوزيع الأوراق، لا يوجد ما هو أفضل من ذلك. عودة لجاك، يلعب هو الشير، يبحث عن بودولسكي، بودولسكي فرصة للتسديد، فضل التمرير، أين هو كاسور؟ لا! أين هو كاسور؟ لا! أسألكم أجيبوني، أجاب عن نفسه، قوية جميلة، تصل بابي استعثر في تمرير الكرة، عادت مرة أخرى خطيرة لكاسور، يلعب كرة لبولدي، ولكن تيم كرول يخرج، ممتازة جدا التمريرة من جانب كاسور. اليوم تيم كرول يلعب مباراة كبيرة جدا، على الرغم من دخول مرمى هدفين، لكن لا زال الكثير من الكلام ليحكى في هذا النزال. ممتازة الكرة لمصلحة جاك، جاك يمر، جاك يلعب كرة، يلعب عرضية خطيرة، هدف ثالث للكونرز، يا إلهي، والسر متعة، الأرسنال متعة. شوف اللقطة أين يمر، يلعب كرة إلى المرمى، الكولو تدخل، بولدي يعود من بعيد ليسجل الأرسنال، ليأتي بالخبر السعيد، الأرسنال 3 من جدة باتجاه مارفو، خطير نيوكاسل، مارفو يحاول اختراق الدفاع، مارفو يمر يبحث عن أوبرتان، يحافظ على كرته، سيبحث عن عرضية، يلعب كرة خطيرة، أوه.
سوف لقطة مرة أخرى. الله على مرفوع يلعبها وديمبا. جميلة يا نيوكاسل، روعة يا ماكبايس. راضين على النتيجة، يريدهم يحتفلون بهذا الهدف وهذا الانتصار. يا بولدي إلى كيمس، خطيرة وكرة وفرصة وكرة. الله ما أروع الأرسنال، 4 وهلكت تقدم الجانرز. روعة روعة روعة. شوف اللقطة الأولى، بولدي ضاعت وهلكت يسددها يسجلها يضيف الرابع. سيمسون عرضية خطيرة، ديمبا يحاول تغطي وكرة خطيرة خطيرة. كم كانت قريبة. بيجود، لكن هذه كرة متاحة لأرسنال، عرضية خطيرة. تيم كرول يحصل عليها. احتكاك بقي نهاية اللعب. يعيدها ليوالكوت مرة أخرى وكرة. جميلة يا والكوت. نعم جميلة يا والكوت. أرسنال يريد الخامس، يريد تحميل النتيجة. فرصة لساريا، ساريا يلعب للثيو، والكوت يلعب كرة عرضية خطيرة. خمسة للأرسنال. الله يا جيرو، الله يا أرسنال. ادخال الفرح، من اجل ادخال الكره في مرمى نيوكاسل. والكوت وفي منتهى التالق وفي منتهى الاخلاق. الكره تعود، والكوت يحاول، والكوت يمر يحافظ على كره تايلا جيرو. خطيره لارسنال الكره. نعم يتألق. ستة لجيرو. شوف اللقطة، هنا المرور، هدف رائع لجيرو. ثنائي والكوت يلعب كرة لجاك، ولكن التغطية الدفاعية من جانب ساتون. ساتون يلعب بالنار، يفتك الكرة جيرو ويكسب خطأ. دقائق مضافة من جانب كريس بوي، 5 دقائق مضافة. تنفذ من جانبيه، والكوت يحاول مرور. والكوت يمر بكرة خطيرة. والكوت وحكم المباراة لا يسري لا سي وكرة. الله يا والكوت، الله يا والكوت. هدف مارادونيا ثيو. جميلة جميلة لوالكوت. هل أنه عندما حضر تيري ظهر كل ذلك؟ من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ شوف اللقطة من والكوت، هنا يمر، هنا يمر، يتعثر، يقوم ويسجل. هدف جميل، لحظة رائعة، لقطة رائعة. أرسنال المثير، أرسنال يا ماكبايس من التاريخية. رمزي يلعب كرة، واو! أهداف مقابل 3. نهاية أحداث اللقاء سيداتي وسادتي. الصافرة تنطلق من كريس فوي. الأرسنال يتفوق على نيوكاسل ب7 أهداف مقابل 3 سيداتي.